ومعي أيضا المعارض إيراني السيد أحمدي، هو حسب ما أبلغنا بأنه يود أن يحرق جواز سفر الإيراني اعتراضا على ما حصل وما يحصل من ممارسات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، الميليشيات الأجنبية التي تقوم بقتل والاعتداء على السوريين في حلب وفي غير حلب. كما تستمعون الهتافات مستمرة، وهذا الله أكبر. تود أن توجه كلمة بالنسبة لممارسات النظام الإيراني في حلب وفي عموم سوريا. از ورا غاز ایران دکم او رژیم دیکتاتور که قتل دکل علبی رژیمی که تروریست از شرم دکم از فدی دکم وطن داش ایران بم ایرو شون دا از نه وطن داش ایران ما نه خلق ایران ما از خلق حلبی ما از علبی ما و خلق سوریه ما لو بولوا از وطن داشی و هولاتی ایران درکت من سنستمع الى ترجمه من زوجته. بيقول انه انا اليوم قررت اني اطلع من الدولة الايرانية وبدي احرق الهوية وكل شيء يتعلق بايران، لانه ايران اليوم عم تحرق اولاد حلب وعم تحرق حلب. انا هلا صرت ابن حلب وبطلت كون ايراني وما عاد ارضى اني ارجع على ايران ولا اكون ايراني. نعم، نشكركم جزيل الشكر.